كيفني وأنا كيفته، فجرني وأنا فجرته. ما بيتفجر عبد الفتاح. يا عيني ليلو، يا روحي ليلو، يا حلوة بالك أصيل. هكذا تمزمزين آلامي يا أخي؟ والله ما عم مزمز آلامك، بس يا أخي ما عم صدق إنه استشوار عملكم أزمة بالبيت. أحلاف وتحزبات. أنو قسما بالله يا سيدي يمكن تتحول لحرب أهلية. خلص لك، عندي استشوار جديد ماركة. عن جد أبسمرة؟ الله يخليك يا أبسمرة. طال عمرك. شو جو جديد؟ لك لا جو جديد ولا شيء يا رجل. سكرتيرك بابا هي الغليظة تافهة يا رجل. ايه ما قلت لي قريت الأسئلة؟ ايه وبصمت الأجوبة على كيفك. أهلين شلونك؟ بحكيكي بحكيكي بعدين، يلا مع السلامة. أبو سمرة كأنك مو على بعضها. لا بس كأنما تلبك شوي. مدري كيف يعني. لا ما في شيء. بشوفك بالمحاضرة باي. صباح الخير. صباح الخيرات. مرحبا يا حلو. مرحبا منى. كيفك حبيبي؟ أهلا يا حلوة. شو أخبارك؟ تمام تمام. جيبوا لنا فطور شباب. يا أهلين والله. شاكر الله يسلمك. عافية شاكر. الله يسلمك. شاكر الحمد لله على سلامتك يا اخي. الله يسلمك. والله ما كنت افكر ان شاء الله يوصل هون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هون يا صور. شو لك ان شاء الله انا ولا انت؟ لك ابني شلون بتحمل كل هالوجع؟ مين قال لك اني متحمل يا ابي؟ والله العظيم رح موت من وجعي. اعوذ بالله. شايف يا شاكير؟ هي هذا شعره. وهذا شعر ثاني. شوف. يا ابي هلا انت عن جد دبكت معه؟
بكره بتروحي بتداومي بشغلك القديم بالماليه. حاضر معي. انا مشالك شغلك القديم اريحلك. انا رح بحكي معهم يتوصوا فيكي ويحطوكي بمحل مريح. كتر خيرك معلم. الله معك موفقة. عن إذنك معلم. هاي كل الأمور جاهزة أخي صفوان. يلا عملت ورقة طلعة كلها ما حدا بيقول لك أنت ولا إلا كمان طلع. يلا بالصوت يلا خلينا نطلع بالسيارة عم تستنانا مشان الحين نروح على الضيعة. طيب والله أحسن نروح نجلس مشان ما أطلع بباص وأنزل بباص. إيه. رجعني راسي أطلع بباص وأنزل بباص. إيه يلا اطلع بالسيارة. إيه بالسيارة. صفوان روحك ها اوعك تجيب سيرة السرقة أو سيرة البنت. اوعك تجيب سيرة حتى لو بيقطعوا لك لسانك ها. وعلى إنه الشغلة فيها مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة كتير كتير كتير. لا لا ما بجيب. اوعك حبيبي خلص هلا. هذا هو أصل كنيتنا أستاذ سامر. ابن المرابع. شو يعني ابن المرابع؟ هو الشخص اللي بيشتغل عند الآغا صاحب الأرض بالربعية يعني بربع المحصول. سامحك يا سامر. لا هولا شو حكينا؟ أصلاً هاي شغلة قديمة يعني من الماضي السحيق. حلوة من الماضي السحيق عن جد يعني هيك من الماضي السحيق. يعني هلا غسان لما بينقلك بالفحص بكون عم بيعمل هذا الشيء بدافع عن الماضي السحيق ولا لأسباب لها علاقة بالواقع المعاش؟ قلبت دراما القصة ما؟ ايه والله. ايه والله قلبت دراما. شو بتحبوا انحاسب بالسوري ولا بالدولار؟ عملة محلية افضل ما؟ أستاذ رزق اللي عرفتك عليه من يومين تذكرته؟ ايه تذكرته. شو عم يقول انه سعر الشميت صار بالارض يعني بحدود سعره النظامي. هو الرجال مستورد قنطون يعني منه حابب يوصل فيهم. اترك لي هالموضوع هلا ما لي فضيله. بس الرجال مستعد يدفع منيح. منيح قديش يعني؟ مو اقل من 3 مليون. وهيك وهيك الفرن بده صيانه. صيانه شو يا رجل؟ لسه من شهرين عاملين له عمره كامل. الفرن هذا يا دكتور بيعطل. ايه بيعطل يعطل. شو نساوي له يعني؟ هك الله يريحني منك ومن ابوك ومن اخوك عن قريب بجاه محمد الحبيب. طيب قلت اللي ساوي لك شعرك قبل ما اروح المدرسة؟ يا حبيت جرب. وطبعا فشلت التجربة. ايه طبعا. هات لك. غيداء شوي شوي. شبكي؟ ما كنت عارفاني راسك طول مثل حبة التين. ما هيك؟ بدياك تطلع احلى شب بالحفلة. لا من الناحية اطمني، اخوكي اخر واحد بفكر حاله حلو. بالله اللي احلى منك لسه ما ولدت امه. ايه؟ على هالتسريحة والله يا غيداء كلامك مو مضبوط بنوب بنوب. استنى شوي ارجيني. لك والله ملطيني مثل الصوص غيداء. لك بتجنن. ها هي وهي المأمزة من هون. شو هي؟ ارجيني. لك هي هي. استنى استنى بقلك. دخيلك يا عمي. مو كل شيء بسط بهالدنيا معناته مصاري. ليكنا احنا عايشين وكتر خير الله. دائما بنقول الحمد لله. لأنه القناعة كنز لا يفنى يا عمي. مو هيك بيقولوا بالأمتاع؟ بعد هالليك نعين الله علينا. شو ناقصنا؟
مرات ننبسط على وقية بزر دوار القمر وعلى كاسة متي ومنحس حالنا عايشين بقصر مع انه تطلعي لحظة عشت كركري بس تعرف طالعك شبه احمد زكي كعبك العالي انا سلام امي سلام امي نعم امي روحي غيري هالخراطة لشوف ليش؟ هيك ما بدها ليش؟ لك ليش اشتريتوا لي اياها؟ نحن ما اشترينا لك اياها يا ست الحسن كم مرة قلت لك لا تخلينا ندفع حق على الفاضي لأنه ما راح أخليك تلبسيها عملتي حالك مو سامعة روحي اشلحيها لشوف ماني رايحة غير فيها ايه روحي لنشوف رسام بدك الصراحة والله أنا معها الله ليه بتأثر تنورة ليه بتأثر تنورة شو بتلحقها عيون بتأثر ما بيهمها لا بيك اتحكي برني الوجه تنورتها شبرو نص للتربعة وخسرة لا يا زلمة البنت مو عاملة شيء البنت آدمية وبنت عالم وناس هلا أنت شو بدك بهالشغلة؟ أنا راح ببعث لك إياها إياك تدير بالك عليها هاي توصاية مني لك نعم هلا مثل ما عم أقول لك البنت من طرفي بدي إياك تدير بالك عليها أهلين حبيبي أهلين عم يحكي مشان ندى شو بقى ندى؟ أبوك قلعها من مكتبه والله ما قصر شلون؟ شلونك بابا؟ أهلين بابا تمام شو قصتها هي ندى قلعتها من ال... شو عاملة؟ بابا هلا انت مو بالجامعه طبعا بالجامعه ما بشوفك ماسك كتاب ماسك دفتر يعني انتم ما عندكم امتحانات بالجامعه على ايامنا كان في امتحانات بلا انا وقتها بقرا بابا انت ما بتشوفني تكون مشغول بشغلك تركنا من الموضوع شو عامله هي ندى حتى قلعتها إذا قلنا رح يربحوا على كل كيلو ليرة سورية فقط لا غير العمى هدول 60 طن ده حسابات قلنا 60,000 ضرب 1,060 ضرب 1,000 العمى لك شو هالجد بلي قدير 2,000 ليرة 2,000 ليرة لا والله لا والله ما رح خليك تضحك علي أبو الفوز وبكرة منتواجه
هاي إيش بابا؟ هلا هذا أبوك؟ إيه؟ تعال أعرفك علي. هذا اللي بدي أسمعه منكم بكرة ومنك تحديدا ومن زوجك. عم تفهم صهر؟ ايه شو؟ ايه عم فهم. ايه علي صوتك يعني ما عم بسمعك. هلا بتروحوا على السهرة. انا اسف اخرتكم انت مع السهرة. بتعرف صهر ذكرتني بمثل كتير ظريف. بيقول لك المثل لا تاخذ صهر الا بعد قتله. يلا تصبحوا على خير. انا قلت لكم تصبحوا على خير وسهره سعيده. حبيبي هلا انت عن جد سامحتني ولا خايف من اهلي؟ هك الله يريحني منك ومن ابوك ومن اخوك عن قريب بجاه محمد الحبيب. من كل قلبي كان عندي اغلى منك. ايوه وندى خلينا نقوم نسهر. شرفي قبل ما تنتقل عدوى القراءة لبنتي مرح وابني اياد. بعيد الشر عني بابا، حرام عليك، شو عملت لك انا؟ خلص اخذ الرواية اللي نصحتني فيها. توعديني تقريها؟ ايه اكيد. تفضل يا ابني تفضل. ليش مستحي؟ يا اهلا وسهلا. الوالدة ليش ما جبتوها معكم؟ والله الحقيقة الوالدة بتنام بكير والصبح بيكون عندها شغل. اه الله يقويها. تفضل. ريهان بعدك تعطيها الكتب لغيدا؟ امبارح شو نسيانه؟ لا لا انا بجيب لك. شكرا يا ماما. بحب اعرفك على البابا؟ ايه يا ريت. تفضل. لازم تركزوا على البكالوريا يا سيدي اكثر. بابا عفوا غسان اخوها لغيدا. اهلا وسهلا بابا. طالب صحافه. لينا مين كيفك؟ شو وسهلا فيك غيداء. ما بعرف اشتهيت لك هي الهديه. ايه ساعدك شوي. المجموعه الكامله لجبران خليل. شكرا. لساتك هون اياد؟ يعني أنا آسفة مو قصدي بس أنا قريته من شي 5 سنين بس عن جد شكرا شكرا كتير شكرا كتير على الرواية بقراها بسرعة وبرجع لك إياها. أهلا وسهلا فيكي. بس يكون بعلمك فؤاد خانم هالمرة ما في تعديل فإذا كنت مصر على الطباعة بيبقى ذنبك على جنبك. اصلا ما حدا طلب مساعدتك. ايه مثل ما بدك تصطف لي يا ستي. ولا بقى تعزف على وتر التعميم استاذ وجيه اذا سمحت. انت بتعرف تماما اني مو بحاجه لتعميمك لصرف نتاجي الادبي. ان شاء الله بتصوروا بكره انه الناس رح يوقفوا بالدور رح المكتبات مشان يلهطوا روايتك. لهط 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 يا وجيه ولك حتى الفاظك سوقيه وبلدي. والله بفتخر اني انا سوقي وبلدي. اما انت انا شو سيد وجيه؟ انت جود نايت يا مدام. تعرف تزرع فيه؟ كيف؟ تعرف
عرفت الزعل ها؟ شو اللي صار؟ ما عم تسمع يعني؟ لا بس فعلا ما فهمت. ها ما بتعرف تنزعل؟ بدي اياك تنزعل ها؟ طبعا بحمله وبخبطه بالارض بيروح 100 شقفة هيك بينتزل. يا حرام حريشك يا رجل. حبيبي بدي اياك تنزعه مع الحفاظ على الشكل الخارجي، يعني من برا بدي اياه طخ خلنج، بس من جوا بدي اياه بحياة عمره ما يشتغل. فهمت عليك استاذ، بدك اياه بحياة عمره ما يشتغل. انا طالع العب رياضة، شي ساعة برجع بتكون انجزت المهمة. ما بدك يعني يروح معك على الرياضة؟ لا خد فهد خليك بمهمتك انت، حضر لي الانفينيتي. صباح الخير. صباح النور مع عبدو. شلون خبرتك بالتخريب؟ بدنا نخرب هذا الاختراع. بالله مو حوينتو، بتصدق انه حاسه شوار هذا مصروف بيتنا اسبوع بحاله. شو هالمهمة هاي؟ هلا يا ابو علي، ميت اهلا وسهلا. الله يسلمك. هدول شايل لك اياهم خصوصي لك ها؟ قديك عم شاكر؟ 100 ورقة. سلم على ابوك. هلا يا ابو علي. هلا يا هلا. وعلى قلبي وعلى قلبي. ودخلك حلوة؟ ماشي حالة حلوة هيك بالصدفة. ليني يا بيه ليني. الله يرضى عليك. عودوا يا زين عود. أصحاب الجنسية. هيلي بقى شلون بقى حلوة بالصدفة؟ يعني بدك تقول هي آخر وحدة بالعالم إلها علاقة بالحلاوة. يا حري حريشة يا مشاكي. قال حلوة يا. يعني شو بدي اشرح لك يا رب؟ اللي بقصده انه لسه ما صار في طلاق بينا وبين الحلاوي، لسه في خيط شعر. حجبة ولك شبه خير. سوي لكم شاي يا بي. الله عليك يا ابو شاكر. هل حلوه بالصدفه يا ولك؟ لا ما بتفهمي انت، ما بتفهمي، ما بتداومي لحتى نلاقي لنا صرفه بالموضوع. بخلص فحص وبجي على البيت اللي عندك انا. ايه شو تفضلتوا تاج راسي؟ لا حبيبي لا، سمعني غير هذا الموال لأنك نشزت وطلعت برات النغمة كلها. هذا مو حكي بنوب. إيشو كنا عم نتفق مع أولاد صغار ولا يعني كنا عم نتفق مع أولاد صغار؟ شو مالك دكتور؟ روي لك هذا غديره حبيبنا وأخونا. استغفر الله العظيم. أخي حبيبنا حبيبنا ما حكينا شيء، حبيب وعيون. بس امبارح على ابن الاكابر اجى لعنا وقال بده على كل طجة ختم 2000 ورقة. قلنا على العين ثم على الراس. لا والله ليش الكذب؟ قلنا على الراس ثم على العين. بس اليوم جايين بنغمة جديدة، نكريز، الله وكيلك رح يجيني كريزة منا. هذا اللي عندي. بدي من يقول لي بس يصيروا مصاريكم جاهزين وبعرف اخبر منك. شايف للعبوني شايف هالحمار بلش يعفس الحقل بالفص والختم صار لازم يصير بجلدنا. شو هو؟ جلدنا دكتور جلدنا.
والله يا استاذ غير مو وقت. سامي كثير مكركبه اليومين مو وقت. لا 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 خير ان شاء الله. بس ما يكون صار معه شيء. ما بعرف على طول معصب طالع اخلاقه مو كانه سامي اللي نعرفه. مسكين المصاري المصارح ريع اعصابه صدقيني مثل ما عمل لك. بس تسمع نصيحتي بتأجل الموضوع يومين ثلاثة يعني بس لمين ما يروق الشغل. لك هذا صاحبك بالنسبة للمصاري ما عنده وقت مناسب وقت غير مناسب، كل أوقاته بتحلو بالعملة. أنت قيله مثل ما قلت لك واترك الباقي علي. الله معك، مع السلامة. شو يا كان بعد صاحبك طلع علاك فشوش كذاب كمان ولا عم بعرف شو كده. بس الرجال طلب مني يومين بالكتير وانا برايي استنى قاعد الحال كذاب لورا ما راح خسران شيء. ايه نستنى. ليش بحكي ما نستنى؟ الو بطلب مني مكتب استثمار. وهي السشوار بسانو ما في داعي تقوم حرب أهلية ببيتكم مشان شقفة السشوار مو هيك؟ لك يستمعوا أبو سمرة أهلي بس إن شاء الله تعرف تستخدمه. على فكرة أنا في شو بدك ملعب شو استخدمه شو كيمياء؟ قول لحالك هالحكي حوم جيب لنا شي شغله نشربها هيك عصير جيب لنا عصير. تكرم عينك بسمره. قال بتشوفي شو بيعمل لك فيه هذا ابن المرابع. اوف ليش كذا قد ما تمين بالموضوع؟ يعني بابا مو مسألة اهتمام بس المسألة مسألة يعني انه يعني عمي بصراحة نحن ما نحن حابين يحطها برقبتنا البنت مظلومة وهي سوسن اعترفت قدامها انه يعني كل الموضوع عبارة عن هواجس وخيالات ليس لها علاقة بالواقع. ليس لها علاقة بالواقع. على كل حال هون الشغل ما اللي بيشتغل بابا كرمالي يعني مشان الله رجعها الشغل. شو قصتكم انتوا اليوم؟ شو قصتكم؟ اهلا استاذ سامي. شلونك عمو؟ تفضل سامي. شو قال ما طلع معكم شيء صحيح عمو؟ الحقيقه وزعنا اوصافه على كل الاقسام والمخافر. الظاهر انك يا عمو كبرت على هالشغله وصار لازم تطلع تقاعد. حاجتك كله. الله يعطيك العافيه خدمت هالوطن والبلد بما فيه الكفايه. بارك الله بجهودك. لازم ترتاح. شكرا على هذا المديح استاذ سامر. شكرا كثير. لكن بوعدك ان اليوم المساء وبكره الصبح بيكون الحرامي جاي ولك يا من تحت الارض. لك ما في داعي تعذب حالك. ليك تحت موجود عندك بالنظاره. نعم استاذ سامر. عمو صاحب المطعم اللي انسرقت من عنده الشنتاي. قصدك قدام المطعم؟ نفس الشيء بكل الاحوال هو الشريك بالسرقه. متفق هو والحرامي بيعرفوا انه هذا سكرتيرة ماما. خططوا العملية ونفذوها بهذه الطريقة على اساس شو صاحبنا صاحب المحل زكي فهلوي. ايه بس مو علينا يا استاذ سامر، واليوم بدنا نحكوا عن تفاصيل الجريمة على الحرف. برافو عليك. بس ان شاء الله مشان التقاعد. ولا يهمك عمي. جهودك مباركة ان شاء الله. ارجع لمكتبك الله يعطيك العافية. الله لا يوفقك يا سامر. الموقوف اللي عنده بده يعترف انه شريك الحرامي غصب عنه. شو خمرك سيدي؟ عمو شو
استاذ. اهلين، وين بابا؟ المعلم مانو منطلع على القيادة. استاذ سمع هذا اللي مروا لعنده شيء؟ ايه مرقوا وقعدوا فترة منيحة. ودي اتي. ايه هاتي يا ستي احكي لنا بقى شو قصة الأستاذ زهير؟ شو بفهم من هالحكي يا أستاذ معصر؟ بصراحة يا مدام دار النشر ما قدرها تطبع الرواية على حسابها. الوضع المالي ما بيسمح. فهد هلا أستاذ معين. أهلا سيدي سالم. كيف صحتك؟ الحمد لله. كيف وضع الثقافة والطباعة والنشر؟ غير مواضيع البلد إن شاء الله منيحة. لا الحمد لله بخير. ناقصكم شيء بدكم شيء؟ لا سلام. شرف الله. شكرا. يعطيكم العافية. عم تتعبوا والله. شوايا يا شوايا. ايه استاذ معين، ما قلت لي شو اللي استجد هلا؟ طول عمركم بتطبعوا على حساب الدار، شو عدا ما بدا؟ مزبوط مدام، بس سابقا كان في تعميم بيصدر على سيادته. تعميم؟ لا هالمره ما في تعميم، ومن اليوم ورايح ما بقى في تعميم. ماشي، من اليوم رايح ما بقى في تعميم. ممكن اخذ الروايه معي؟ طبعا. لكن ليش اتصلت فيك؟ عندي استيك. إذنك معك، مع السلامة. ماشي أنا فرجك يا وجيه. السلام عليكم. كمان الدكتور لحيا قصة لينوبة من الطيب نصيب فهم لك. والله طيب انت وعلى نياتك، قسما بالله طيب وعلى نياتك. انت بتعرف قديش ممكن ينوبوا للدكتور من ورا هالشغلة؟ سيدي رب العالمين هو اللي ببعث الرزق، بدنا نقعد نحسده للزلمة نحن. مليون مليون وغير هيك ما عندي كلام. وقول له للدكتور هذا صاحبك لا يبقى انه خلينا نستفيد من الكنز اللي بين ايدينا. لك هلا هدول كنز هدول. الله يسامحك يا غبي. لك ما قلت لك انك طيب وعلى نياتك؟ طبعا كنز. لك مو كنز وحياة عيونك كنز. كنز حقيقي. ايه خلص تاخرت. شو صار يعني؟ ما صار شيء، بس ثاني مره تاخرت. ماشي. لك وين الشباب؟ يلا يا ابني يلا. لو كنت انا اللي متاخره شو كان عمل فيني؟ اكد لك الامل بين ما يجي الشاي. ما بقدر، ما بتنبلى معي بدون شاي. لك وين الشاي؟ غادة هات لي معلقه. يعني بتنكسر ايدك اذا انت ساعتيها لاختي؟ امي عم بحكي انا وغسان. ايه وحليتوها قضية فلسطين انتي وبسام؟ يا حيف عليكي يا حيف. يعني ولا مرة قعدت انا وهالبنت الا لازم تنزعوا القعدة. ايه لك قاعدين بالقهوة واختكم قرصونة لازم تلحق لكم طلباتكم. بعدين وينك لهلا انسة غيداء؟ انت بتجريلي الحديث 50 مرة. انت ولا غسان وين كنت؟ يمكن نسيتي انه انا امك يا ست الحسن مو غسان. وينك؟ هلا خلصي اكل وحسابك بعدين. الظاهر انه ما رح يريح واحد يسهل امره ان شاء الله. هلا بدنا ختم شلون؟ قدها ولا ها؟
أنا بعمل اللي عليه والباقي على أمي. إيه عمل اللي عليك، حط كل الباور تبعك. هي طجت الختم على شيء استثناء محرز ومن لعبها وش الدنيا، وينباع العزل هو واختامه، ولك هدول ملايين ملايين عبودة، ملايين يلي ما شفته ولا عرفته. قولي بتحكي عن جد دكتور؟ ملايين ملايين؟ ولك جد الجد، وهي الخطة، ولا وداعا ولا وداع، بل لقاء بل لقاء. خلاص دكتور، اعتبره صار بجيبتك. عندي اشتغل وانشر بالظل، يعني ما بحب الاضواء والعجقه وهالقصص. طيب طيب كرمالك ها. يعني لولا انك غاليه علي خلص من عيوني. بنحكي عن روايتي الجديده لك. اوكي حياتي، باي، مع السلامه. العمى ما أخلصيك. شواي نسكافي. ألو مرحبا أستاذ معين، كيفك؟ هذاك اليوم لولا شوي متح روي حالي. بعرف، قريت الرسالة اللي بدي كانت كتير. ما عرفت وصل من جدبت أشتي زمن ولا أنا. خذي حليب منك. دخيلك مالك شايفين شلون ما تقطع قد السولف على البنطلون فيني. خذي هيك بعد كيلو ب 500 هي. ما عاد بدي اتحمله. لولا اني فكرت بقلبي اللي بده يصير فيه ولا غبي صح خبري. ليش تبع؟ بتروحي حالك كرمال؟ شو بدي اعمل يعني؟ لك صاير مثل اللي انا بكبري. لا بيحول ولا بيزول. خلص حبيبي. وحياتك لا اعمل كل جهد. مشان الله انا بدوش. مو انت اللي بغطيني هالورطه؟ بدك تطالعيني يمنى. خلص. شايفه؟ هي اخرتني بصدق قلبه. هي بسبب الدكتور عادل تقلعنا من وظيفتنا خسرنا السياره. اي ولا يهمك. طالما وراكي الدمجان ابو سمره وحياتك ما حدا بالعالم بهز شعره براسك. هي دخيلك شو وراي قدامي؟ اذا عم اقول لك خلاه هو ومرته يتدخل بموضوعك عم يمعني. تاكسي. وليش ما بنشوف الختم هون مثل كل مره؟ عملنا تعديلات على استراتيجيه العمل. يعني الاختام ما عم تطلع من مكتب بابا اطلاقا. كانك معي؟ يا ترى التعديلات الاستراتيجية هاي تضمن هيك تصرفات؟ حلينا دكتور سامي. شو عامل بحالك؟ تكرم تكرم عيونك استاذ سامي، ما في مانع بنقول خدامين شواربك نحن. بعرف انتوا وغيركم.
إذا كان السيد مأمون متعود يكون خدام شوارب الناس، فأنا متعود على شوارب أكبر من هيك تخدمني. شو عم تحكي ولا؟ خلصنا واحد يجو. اسمع لك صغير، إذا كنت نسيان أصلك ارجع لسجلات النفوس مشان تتذكر. مامو خليكم، بلكي كان محتاج فنجان قهوة. داربي سد ما يرد لك، لسه ما شبعت وعم بطلع من أكلها. كيف لما بتشبع؟